وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات. أهلا بك سعادة الوزير. إذا على هامش زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرسمية إلى دولة الإمارات اليوم، كنتم ضمن الوفد الرسمي المرافق لسموه، هل من الممكن أن تقدموا لنا إيجازا حول أبعاد هذه الزيارة وحول أيضا المذكرات التي تم التوقيع عليها؟ شكرا جزيلا. طبعا أنا تشرفت اليوم أن أكون ضمن الوفد الرسمي المرافق لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ما في شك أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص وتوجيه صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعميق وتطوير العلاقات بين البلدين. يعني تعرفون أنتم أن خصوصية العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة اللي تربط بين الإمارات والبحرين سواء على مستوى قيادة البلدين أو على المستوى الشعبي. لذلك الزيارة تعكس حرص وإصرار البلدين على مواصلة الدفع قدما بالتعاون الثنائي بما يعزز توجهات نحو البناء والتطوير المستمر. الحمد لله اليوم تم توقيع تقريبا 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في عدد من القطاعات، جميعها تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع القطاعات التنموية وخلق المزيد من الفرص النوعية بين البلدين. اليوم أنا أيضا وقعت مثل ما ذكرت اتفاقية أو مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات مع معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات دولة الإمارات العربية الشقيقة، تهدف لتعزيز التعاون بين البحرين والإمارات في مجال النقل الذكي، خاصة أن هذا قطاع جديد من خلال العمل على التشريعات والسياسات وأيضا تبادل الخبرات في مجال العمل وتنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالتنقل ذات القيادة والتحول الرقمي للخدمات. أيضا خلال الزيارة تم التوقيع مثل ما أشرت إلى مذكرة تفاهم مع دبي اللوجستية العالمية اللي ما في شك راح تساعد على تطوير القطاع اللوجستي في البلدين. مثل ما تعرف القطاع اللوجستي اليوم قطاع مهم جدا يمكن نمو جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، فإن شاء الله راح نعمل مع بعض لتسهيل التدفق التجاري والوصول إلى الأسواق وأيضا تيسير نقل المتعدد الوسائط لأغراض التجارة بالإضافة إلى تنشيط الملاحة البحرية وأيضا الحركة التجارية الجوية. الحمد لله يعني حكومة مملكة البحرين قيادة سمو رئيس الوزراء تعمل على تحقيق تطلعات شعبها التنموية، وما في شك أن تعزيز التعاون مع الأشقاء ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة راح يصب ويساعد في تحقيق هذا الهدف. نعم، كل التوفيق لكم سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.